تنعقد اليوم القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة للالتقاء بالأشقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار ما يجمع شعوب المنطقة من وشائج الأخوة، علاوة على اهتمام القادة بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وسط ظروف بالغة التعقيد تنهض المملكة العربية السعودية كعادتها بالوضع الخليجي والعربي، وتقود مسار الحماية للأمة عبر جمع الصف وتوحيد الكلمة. قمة خليجية طارئة دعا لها خادم الحرمين الشريفين في الوقت الذي تعصف فيه الظروف بمنطقة الخليج العربي، وتشكل تهديدا صارخا لدولها إثر هجوم على سفن شحن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيا الانقلاب الحوثي وبدعم إيراني من هجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة العربية السعودية، وهي تداعيات خطيرة ليست على منطقة الخليج العربي وحسب، بل على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية. وترسخ هذه القمة الطارئة ما يتطلع إليه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأة المجلس خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة، من طموحات عالية لتأسيس قواعد كيان المجلس وتقوية دعائمه لاستتباب أمن واستقرار المنطقة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها. ولطالما أكد مجلس التعاون الخليجي ضرورة أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلا أن إيران ومن يقف في صفها من دول وكيانات وتنظيمات إرهابية أبت أن تستوعب ذلك، واستمرت في سلوكها العدواني الساعي لضرب كيان مجلس التعاون الجامع والمزعزع لاستقرار المنطقة، وهو ما يتطلب أن تتوحد الكلمة من أجل درء هذا الخطر عن الخليج العربي والمنطقة بأسرها. ولا يمكن لذلك أن يتحقق سوى بما تقوده الشقيقة الكبرى اليوم من جهد حثيث لتوحيد الكلمة وجمع الصف وتعزيز العمل المشترك.